ايه رايك في قائمه كيروش؟ يعني طبعا القائمة لحد ذاتها يعني هعرض لك انا القائمه وهعرض لك اسماء المستبعدين واعرف برضو يعني وجهه ما نظر ما حضرتك. هو الراجل بالنسبه له من الثوابت من الثوابت استدعاء اربع حراس مرمى، قائمته 24 في اربع حراس مرمى، هي الشناوي ابو جبل صبحي بسام، الدفاع فتوح. هو حضرتك هتلاحظ ملاحظه انه في كل مركز اثنين بس، فتوح ايمن اشرف حمدي محمود حمدي الونش ياسر ابراهيم حجازي باهر المحمدي اكرم توفيق واحمد فتحي، ماشي كده؟ أيوة. بقى في عندك ياسر ابراهيم وبقى في احمد فتحي تم استخدامه واستدعائه. النني السوليه طارق حامد حمدي فتحي ابراهيم عادل عبد الله سعيد رمضان صبحي احمد سيد زيزو، والهجوم محمد صلاح مرموش احمد حسن كوكا ومصطفى محمد. تعال نشوف المستبعدين كده من القايمه برضه عشان حضرتك تقول لي رايك ايه، جبر وتوفيق احمد يعني وكريم حافظ ومحمد حمدي سام مرسي قفشه مهند لاشين مصطفى فتحي احمد سمير ريان ومحمد شريف، ابرز المستبعدين قفشه ومحمد شريف. ايوه طب يعني الباقي كان وارد انه يعني غالبا هيستبعدوا يعني بس طبعا قفشه وشريف دي مفاجاه. مفاجاه. مفاجاه طبعا. مفاجاه لان هم من احسن لعيبه كوره يعني رقميا بالموسم اللي فات. مظبوط. انت هداف وبتاع وبلاي ميكر وكلام من بس برضو اولا الراجل شجاع انه ياخد قرار زي ده، اكيد شجاع وعنده شخصيه، اكيد عنده شخصيه، هو اللي مسؤول، اكيد هو المسؤول مش احنا يعني، هو المسؤول يعني هيتحاسب حساب عسير لو انا من اللي بقوله ده مش لازم يكون صح يعني، لكن انا عارف ان هيبقى في حساب عسير لان في اصلا حساب عسير عشان استبعد قفشه وشريف. ايوه لكن الحساب هيبقى عسير لو اداء المنتخب ما كانش كويس، ما كانش كويس والنتيجة مش كويسه. مع ملاحظه ان ادائنا قدام ليبيريا وحش جدا جدا، مش عايز حد يقول لي ابدا ان احنا الشوط الثاني احسن الشوط الثاني، لا احنا بنلعب مع فرقه اجبال ويعني مباراه تجريبيه يعني، مباراه لا يعني مباراه ما يعني كان كنت اتمنى اشوف منها مش الاهداف الهدفين السكالانس اللي جم يعني، لا ماشي اشوف الضغط. هدفنا لهم؟ نعم هدفنا لهم سكالانس. سكالانس ده سندوتش جامد جدا، معلش والله ما اعرف يعني مين هو السكالانس ده سندوتش. ها ما اعرفوش والله. لا ما انا بقول لك ده سكالانس دي معناها حاجه حلوه. سندوتش فينو كده بيبقى خارج سخن وعليه حلاوه ومربى وقشطه. لا يا شيخ اقسم بالله ده السكالانس ده موضوع. موضوع. بس بقى سكريات بقى وموضوع كبير قوي يعني. فانا بس ايه السكالانس دي حاجه جامده والله يعني. ما اعرفش انا اول مره في حياتي اعرف السكالانس النهارده. انا ده كويس قوي يعني، انا هطلع النهارده بحاجه اطلع بالسكالانس. انا ماشي اتفضل. فطبعا هو يعني الضغط السرعه يعني عملنا اربع تمريرات خمسه على في الجناح الشمال، واحد اتنين تلاته اربعه كده ما لهمش فايده يعني، بس كان ليهم شكل. انما بيت الماتش هو زيزو وعبد الله السعيد اللي بيشتغلوا يعني، اللي معلمين عند الواحد يعني.